السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات أم العربي، غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد المورقة. هاد المورقة مالحة كيف كتشوفوا بالطون والخضر، كتجي على شكل بسطيلة، لكن هاد البسيطلة ديال الدراوش غير غير بعجينة الرغايف اللي كتجي بها مورقة، واحد العجينة اللي زعما زوينة. فهاد المورقة على شكل بسطيلة غادي نحتاجو، هنا درت ثلاثة ديال خيزوات محكوكين، هنا جوج ديال القرعات خضرين محكوكين، بصله كبيره مشلضه، فلفله حلوه مقطع مربعات، هنا نص فلفله حلوه حمراء وصفراء مقطعين مربعات. غادي نحتاج واحد 100 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي مرقده في الماء ومقطعه بالمقص. غنحتاجو هنا واحد 200 غرام ديال المرتديلا اللي حتى هي محكوكه، هنا جوج بيضات مسلوقين ومحكوكين، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك اللي حركتها في اللي حليتها في شويه ديال الماء. غادي نحتاجو العطريه، غنحتاجو زيت المائده، الملحه، شويه الكمون، شويه ديال القزبر يابس مطحون، شويه ديال البزار، شويه ديال الفلفله حمراء، وطبعا هاد المورقه راه غنديروها بالطون، الطون ديال الزيت، الطون راه على حسب نتوما واش بغيتو، يعني شحال تكفيكم الكميه. بحال دابا انا هنا غندير هاد العلبه اللي فيها ثلاثه، ممكن ديروا علبه، ممكن بغيتوا غير تنسمو، ممكن تستغناو على الطون وديروا على العوض ديالو كفته ولا قطع دجاج ولا اللي بغيتو. المهم الحشوه تبقى هي نتوما لكم الاختيار. غادي ندوزو للعجين اللي غادي نحتاجو فيها، هنا واحد 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص الحلويات، مع 125 غرام ديال الدقيق الفينو اللي هو دقيق السميد الرطب يعني الرقيق. غادي نحتاجو معاهم هنا شويه ديال الملحه، مع الملحه غادي نحتاجو كيس ديال خميره الحلوه، غادي نحتاجو واحد طريطقه ديال الخميره المعجونه، وغادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال الخل الابيض. اول حاجه غنبداو بها هي العجين، غادي نعجنوه باش نخليوه يرتاح. غادي ناخذ البول ديال العجان ديالي، غندير هذيك كيس ديال خميره الحلوه، الملحه، هنا هذيك الطريطقه كيف كتشوفوا ديال الخميره معجونه، مش ما كاملاش حتى راس المعلقه مع ديال الخميره. وغادي ندير معلقه كبيره ديال الخل الابيض، كيعاوننا باش تجي هذه الفطيره ديالنا مورقه، يعني هو كيعوض هذاك محسن الخبز. معلقه كبيره، وطبعا غادي نحتاجوا الماء، انا غندير غير الماء بارد لانه كاين الصاد. غادي ندير الماء بارد وغادي نعجنها، العجينه ما تكونش رقيقه بزاف، عفوا ما تكونش جاريه بزاف، يعني عجينه الرغيف. غندير هاد التدلك وغادي نتلاقاو باش نوجدوا الحشوه. غادي نبدا نصور في الحشوه، العجينه كملات، هانتم كيف كتشوفوا. دابا درتها غطيتها بالبابي سولفاريزي وغادي نخليها ترتاح، ودابا غندوزو نتلاقاو نديروا الحشوه. مقلاه على النار، غادي ندير شويه ديال الزيت، غتسخن شويه باش نضيف البصل. غادي نضيف البصل ديالنا، غيتشحر شويه عاد نبدا نضيفو هاد الخضر بالحاجه بالحاجه. دابا من بعد ما طاحت ليا شويه هذيك البصيله، غادي نضيف دابا الفلافل الالوان خضراء و وغادي نضيف معاهم حتى الجزر. غادي نخليهم يطيحوا شويه
هذه غادي نضيف القرعه لانها دغيا كطيب. ملي طاح شويه هذاك الجزر مع الفلافل غادي نضيف القرعه، خليتها هي الاخرى لان دغيا تطيب. صافي غادي نخليهم يتشحروا. دابا غادي نضيف العطريه ديالنا، بغيتكم تجربوها البنات. هذه راه انا ديما كنديرها كنديرها حتى بالورقه ديال البسطيله، ما تشبعوش منها. يعني الا كانت عندكم الورقه ديال البسطيله وبغيتوا ديروا بها عوض ما ديروا العجين، راها كتجي بها. يعني كنديرها بها بزاف خصوصا في العشاء كنديرها بزاف. دابا غادي نضيف هذيك المعلقه ديال مطيشه الحك اللي حليتها في شويه الماء، غادي نضيف شويه البزار. اللي بغى يدير حتى الهريسه تجي غزاله، شويه البزار، درنا شويه البزار، غندير شويه الفلفله حمراء ولا تحميره، قياسكم عينكم ميزانكم اخواتي. غادي ندير الملح، وهاد الملح انا راه عندي ما كيملحش بزاف، كيصحابوني كندير الملح كثيره، لكن لا راه هي عندي ما تتملحش. كمون وشويه ديال القزبر يابس، اللي ما عندوش ممكن يستغنى عليه، لكن انايا كندخلو في الوصفات بحال هكا حتى في الطياب ديال اللحم، يعني ما كنستغناش عليه. القزبر يابس والخرقوم بلدي حاضر بكثره عندي في الكوزينه. صافي غادي نخليهم يطيبوا حتى يتشحروا لينا مزيان، غادي نطلقاو. ملي تشحرات لينا هذيك الخضيره كامله، دابا غادي نضيف هذيك الشعريه الصينيه ديالنا، الباكيه ديال 100 غرام. انا ما عنديش الباكيه ديال 100 غرام للامانه، المهم هي القياس ديال 100 غرام، لكن انا ما دايرهش هذيك الباكيه الطويله، انا دايره اللي كنشري المربعه. صافي غادي عاد نخلط باش تدخل في هاد المكونات، وغادي نطفي النار باش نضيف هذاك الطون ديالنا. وعلى فكره راه ما ذكرتش المقادير فيهم الفرماج حمر او الجبن، يعني اللي عندكم ممكن حتى فرماج الساندويتش يلق في هاد الوصفه. صافي غادي نطفي النار، غادي نخلي الحشوه ديالنا تبرد. عفوا قبل ما تبرد غنضيفوا الطون. قلت انا غادي ندير هاد العلبه اللي فيها ثلاثة، غادي نديرهم كاملين. وما غنحيدش منهم الزيت ديالهم. غادي نزيد العلب الاخرين، غادي نخلطهم مزيان مزيان. غادي نخلي الحشوه ديالي تبرد، وغادي نمشيو باش نكورو دوك الرغيفات ديالنا. هنا هي هادي ارتاحت لينا البنات كيف كتشوفوا. دابا خديت واحد الصوينيه، المهم غادي نحتاجو زبده نظيفه، الزيت، وهادشي غير باش غادي نورق، ولكن مازال غادي نحتاج واحد شويه ديال الفينو مع خميره ديال الحلوه اللي غادي نرش. غادي نورقو نديرو كويرات هنا كيف كتشوفوا. غادي خاصنا نديرو 6 الكويرات، هاد العجينه غتخرج لينا 6، وحنا خاص لازمنا غير 6 الكويرات. داكشي غير كتشوفوا حنا درنا غير كميه قليله، يعني 325 غرام ديال الدقيق ما بين فينو ودقيق الفورص، لان ما حاجتناش في العجينه بزاف. غادي نغطيها وغادي نخليهم يرتاحوا، لان العجين كلما ارتاحت لينا كلما كانت سهله في التوراق باش تجينا مورقه مزيان. وكيف قلت كنعاودها، اللي ما بغاش التماره ديال الورق ديال العجينه ما عليه الا يدير الورقه الا كانت متوفره عنده. حنا هذه بالنسبه للاخوات اللي ما كيلقاوش الورقه موجوده. التقراص قلت لكم غادي نحتاجو حتى السميده اللي غادي ندير فيها واحد الكيس ديال خميره الحلوه،
بحال هكا وغادي نخلطوا معاها وحتى لا شاطت بحال هكايا ممكن كنخبيوها ونبقاو نخدموا بها. ممكن انا هنا درت السميده رقيقه ممكن ديروا حتى سميتو غير الفينو صافي. غادي نتسناو غير على العجينه ترخف لينا. هنا بالنسبه للحشوه ديالنا من بعد ما بردات واحد شويه بردات راه ولات دافيه يعني غادي ندير فيها غنديرها هنا فواحد جبانه كبيره وغادي نضيف ليها هذاك المرتضلة محكوكة. الكاين بزاف غيقولوا لي المرتضلة ما تمشيش مع الطون وما تمشيش والبيض ما يمشيش مع الطون ما نعرف. انا سولت هاد الاسئله حتى انا المتخصصين وقال لك ما عندهمش البيض بعدا مع الحوت ما عندوش حتى شي علاقه. غادي نخلطهم صافي وغادي نتلاقاو ونورقوا هاد المورقه ديالنا مع بعضياتنا. نتمنى تعجبكم والاخوات اللي طلبوا رغيفه كبيره مالحه ولا مورقه ولا فطيره ها هي. نتمنى تنال الرضا ديالكم. العجين ديالنا من ارتاحت هنا هذيك السميده اللي خلطنا مع خميره الحلوه الزبده والزيت. غادي ناخذ ثلاثه الكويرات الاولين غادي غادي ندهن كل كره بحال هكا بالزبده وغادي ندير عليها السميده هكاك. بالنسبه للكره الثانيه ندهن بالزبدة وندير السميدة اللي فيها خمارة. غنحط هادي فوق هادي وغادي ندير حتى هي غادي غير ندهنها وغادي نحطها فوق هاد الزوج. وغادي نحاول نقرصهم حتى تولي عندنا رقيقه. لكن قبل ما نديرها هنا غادي نجيب واحد المقله وغادي نديرها فيها. هنا كيف كتشوفوا ورقتها هذوك ثلاثه المسمنات مع بعضياتهم. غناخذ الطاوه ديالي وغادي نهز هاد العجينه ديالي وغادي نفرشها هنا في اللاطا. غادي نقادها ونخرج ليها الجوانب ديالها اللاطا اللي مفرشاها بالبابي. نحاول نجبد ليها هادو الخارج هاد هكا. نقرصها مزيان بحال هكايا. دابا غادي نجيب هذيك الحشوه ديالنا غادي نديرها هنايا الحشوه ديالي هادي. انا كندير كميه ديال وحده كبيره هذه راه الطاوه ديال الفرن يعني راها شباعيه تعشي ولا تغدي هاد بحال هكا. دابا غادي نجيب شويه ديال الجبن الاحمر نرشوا في الفوق. الا ما عندكمش الجبن الاحمر وعندكم فرماج الساندويش صفوه فوق منه.
دابا غادي نرش شويه ديال الجبن الاحمر. وكنطلب منكم السماحه مره اخرى على هاد الضجيج اللي حدايا، سبحان الله تقادها من جهه تخسر من جهه. هاد الدار جديده قلنا فيها الاضاءه والكليراج والكوزينه شويه واسعه فين تخدمي، لكن جاو حدايا الناس تيبنيو. دابا غادي ناخذ هاد الجوانب اللي هنايا نحاول نرجعهم هنا الوسط. تشرقات ليا من هنا، لكن معليش حيت باقي غنزيدو العجين. وغادي نرشهم شويه ديال الزبده، وغادي نجيب هذوك ثلاثه ديال المسمنات اللي عندي حتى هما غندير نفس الشيء ونورقهم ونطلقهم. كتشوفوا خدنا شويه ديال الزبده مذوبه، وغادي نضيف لها واحد شويه ديال الصلصه الحاره. بحال هكا وغادي نخلط وندهن به هاد الفطره ديالنا من الفوق، ولا بحنشه ولا مملاحه ولا فطيره على شكل بسطيله، يعني كتجي لذيذه بزاف. وانا قلت لكم ديجا كنت كنديرها بالورقه ديال البسطيله اللي ما بغاش هذا العذاب كله ديال العجينه، ولكن كاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك ديري لنا وصفات بلا ورقه ديال البسطيله. ممكن ديروا معاها حتى صوص الصوجه، لكن انا اكتفيت غير بهذا الصلصه الحاره. وغادي ندهنها كامله بالزبده وهذا الصوص حار. هنا كيف كتشوفوا مني دهنتها، غادي ناخذ كوردون ديال السنان وغادي ندير فيها الثقوب كامله كيف قلت لكم، باش ما تجينيش هاد العجينه مبوطه ولا دايره دوك الفقاعات من الفوق، يعني كتولي ديك القشره من الفوق نثقبوها. راه حتى الورقه البسطيله كندير لها نفس الشيء، كنثقبها مني كندير الورقه. صافي دابا راه الفران دايره يسخن، الا كان الفران الغاز راه كتسخنوه بحال غطيبو الخبز، ومني كتدخلوها كتنقصوا البوطه وكتخليوها طيب على عافيه مهيله باش تجي كلها مورقه وطيب من الداخل. حشوه راه طايبه غير العجين باش تجينا مورقه. صافي دابا غادي ندخلها انا طيب. الا كان الفران ديال الضو غادي نسخنوه مزيان على 200 درجه، ملي ندخلو الفتره ديالنا نقصو على 180-170 ونخليو العافيه عليها غير من التحت حتى طيب لنا من التحت، وعادي نشعلو عليها الفوق وتحمر ونخرجوها نقدموها بالصحه والراحه. هذه هي الفتره ديالنا، ولا خبزه معمره مالحه ولا مورقه على طريقه البسطيله، كتجي على هذا الشكل لذيذه بزاف وكتجي مورقه كيف كتشوفوا العجينه كتجي مورقه بزاف. هانتو بحال يعني مورقه كبديل لورقه البسطيله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم وجربتوها ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. نقطع لكم طريف باش تشوفوها كيف جات من الداخل. هذه هي البسطيله ديالنا ملي قطعتها كيف كتجي من الداخل. هانتو كيف قلت لكم ما كتجيش معجنه وكتجي غير الحشوه، هانتو كتجي العجينه رقيقه بزاف ومرقه. نتمنى تجربوها وتصيفطوا لي التطبيقات ديالكم. نتلاقاو في وصفه قادمه بحول الله.